مرحبا بك أيتها الأم الرائعة التي تحمل في أحشائها أملا جديدا. هل تعلمين أن هناك عنصرا مهما يعزز نمو الجنين ويمنحه القوة والصحة التي يحتاجها؟ هل تعلمين أن هذا العنصر السحري يمكنه أن يمنع حدوث تشوه خلقي خطير في الجنين؟ إنه حمض الفوليك الذي يعد من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل لضمان نمو وتطور الجنين بشكل صحي. عزيزتي الحامل، هذا موضوع مهم جداً، ستعرفين من خلاله ما هو حمض الفوليك وكيف يمنع التشوهات الخلقية لدى الجنين، متى ينبغي على الحوامل تناوله، وما هي الأطعمة الغنية بحمض الفوليك. تابعي معنا هذا الفيديو حتى النهاية لتعرفي الإجابة. حمض الفوليك هو شكل مصنع من الفولات، وهو نوع من فيتامين بي الضروري لتكوين الخلايا، وخاصة خلايا الدم الحمراء، كما أنه يلعب دوراً مهماً في نمو وتطور الجنين، خاصة في الأسابيع الأولى من الحمل، حيث يساعد في منع بعض التشوهات الخلقية في الدماغ والعمود الفقري للجنين. ويعرف حمض الفوليك أيضاً باسم فيتامين B9، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم ويخرج مع البول. وهذه خمسة فوائد مهمة لحمض الفوليك بالنسبة للجنين. أولاً، الوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي. تعتبر هذه واحدة من أهم الفوائد لحمض الفوليك، فإذا لم يتم تناول كمية كافية من حمض الفوليك قبل وخلال فترة الحمل، يمكن أن يحدث تشوه في الأنبوب العصبي للجنين، وهو ما يعرف بتشوهات أنبوب العصب النخاعي. تشمل هذه التشوهات مثل تشوه السبع سبينا بيفيدا، وهو حالة تؤثر على النخاع الشوكي والعصبونات المحيطة به. ثانياً، تطوير الجهاز العصبي. حمض الفوليك يساهم في تطوير الجهاز العصبي للجنين، وهذا يعني دعم نمو وتطوير الدماغ والعصبونات بشكل عام. ثالثاً، تكوين الخلايا والأنسجة. حمض الفوليك يلعب دوراً مهماً في تكوين وتطوير الخلايا والأنسجة المختلفة في جسم الجنين، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبية. رابعاً، نمو الجنين والمشيمة. حمض الفوليك يساعد في تعزيز نمو الجنين والمشيمة، بمعنى الغشاء الذي يوصل الغذاء والأكسجين من الأم إلى الجنين، وهذا يسهم في ضمان توفير الغذاء والأكسجين اللازمين لنمو الجنين بشكل سليم. خامساً، تقليل مخاطر مشاكل أخرى. بالإضافة إلى الفوائد المذكورة سابقاً، قد يكون حمض الفوليك مفيداً في تقليل مخاطر حدوث مشاكل أخرى خلال فترة الحمل، مثل تشوهات الوجه ومشاكل في القلب والأوعية الدموية. حمض الفوليك آمن بشكل عام للحامل، ولكن قد يؤدي تناول جرعات عالية منه إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الغثيان والقيء، الإسهال، صداع الرأس، الشعور بالتعب. ولذلك من المهم جداً على النساء الحوامل أن يتناولن حمض الفوليك بوصفة طبية بعد مشاورة الطبيب المعالج، ويمنع منعاً تاماً تناوله دون وصفة طبية. ينصح الأطباء بتناول حمض الفوليك قبل الحمل بشهرين على الأقل، ويستمر تناوله حتى الأسبوع 12 من الحمل، ويمكن العثور عليه في الفواكه والخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي واللفت، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني وغيرها. كذلك يوجد في الفول والبقوليات والمكسرات والبذور. تذكري أن صحة طفلك تبدأ منك، لذا لا تنسي تناول حمض الفوليك لتمنحيه أفضل بداية في الحياة.